بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون ديكزامان نورماليزي لوكا سيسيون جونفيي 2020. ديجا شفنا نموذج بالعربية، هذا نموذج باللغة الفرنسية، يعني بالنسبة للخيار الفرنسي. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا فقط ليكزيرسيس نيميرو 1، لان ليكزيرسيس فيه بزاف ديال الشرح باش ما نطولوش بزاف في لي فيديو، نبقاو نمشيو اكزيرسيس با اكزيرسيس. دين بروميير كيسيون عندنا هي كالكولي اي سامبليفي عندنا ا بي سي دي. بالنسبه ل ا هنايا غاسين 25 راه واضحه، يعني شنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه كيعطينا 25، هو 5. دونك جذر 25 هو 5. بي عندنا هنايا غاسين 3 فوا غاسين 21 سو غاسين 7. غاسين 3 فوا غاسين 21 غنحسبو هاد الجداء، يعني غنجمعوهم في نفس الجدر على حسب ديك الخاصية اللي عندنا في الدرس. جدر أ في جدر بي هي جدر أ في بي، دونك غتعطينا غاسين 3 فوا 21 تيكالا غاسين 63 سو غاسين 7. ونطبقو عاوتاني ديك الخاصية ديال غاسين أ سو غاسين بي، هي غاسين أ سو بي، تعطينا غاسين 63 سو 7 اللي هي غاسين 9 تيكالا 3. المهم شوفو لا كوريكسيون عندي وجدتو باش منضيعوش بزاف ديال الوقت. هنا قلنا 5، هنايا غاسين 3 فوا غاسين 21 هي غاسين 63، غاسين 63 سو غاسين 7 هي غاسين 63 سو 7 اللي هي غاسين 9 ايتيكالا 3. سي ايتيكالا غاسين 20 بلوس 2 غاسين 45 موان 7 غاسين 5. هنايا كيفاش كنحسبو مثل أو كيفاش كنبسطو مثل هاد العمليات، كنشوفو وسط الجدر القاسم المشترك، يعني وسط الجدر عندي هنا 5، عندي هنا 45، عندي هنا 20. شنو هو القاسم المشترك بين هاد الاعداد اللي وسط الجدر؟ هو 5، حيت هنايا 9 في 5، هنايا 4 في 5، هادشي اللي درنا هنايا. دونك هنايا غاسين 4 هي 2، غاسين 9 هي 3 فو هاد 2 تعطينا 6. دونك غنلقاو 2 غاسين 5 بلس 6 غاسين 5 موان 7 غاسين 5. الى عملنا بغاسين 5 تنكتبوها مرة واحدة وكنديرو بين قوسين كنحسبو هادشي، جوج زائد ستة ناقص سبعة، جوج زائد ستة هي تمنية ناقص سبعة هي واحد، واحد في الجدر خمسة هي نيت جدر خمسة. بالنسبة لدي عندنا هنايا 4 سوغ 3 إكسبوزون موان زان بلوس 1 سوغ 2 إكسبوزون 2 دو 2 إكسبوزون 2020. هادي راه كيشوفها شحال من واحد كيهرب كيخليها، هادي راه سهلة بزاف، ماشي غير نشوف ديك إكسبوزون 2020 صافي ونخليها. شنو هي 4 سوغ 3 إكسبوزون موان زان؟ هي 3 سوغ 4، يعني لانفيرس ديال 4 سوغ 3، ولا ملي تيكون الأس سالب كندير المقلوب باش يولي الأس موجب، يعني 4 على 3 أس ناقص 1 هي 3 على 4 أس 1، 3 على 4 أس 1 هي يعني 3 على 4، 1 على 2 أس 2 هي 1 على 2 في 1 على 2 هي 1 على 4. غنحتفظ بنفس المقام 4 ونجمع البسط، 3 زائد 1 هي 4 على 4، 4 على 4 هي 1، يعني غتعطيني هاد الشيء كم غيعطيني 1، ها هو أس 2020، 1 أس 2020 هي 1، 1 أس أي عدد كيعطيني 1. Deuxième question, rendre rationnel le dénominateur du nombre m. M est égal à 2 sur racine 5 moins racine 3. يعني غنرجعوا هذا العدد جذري، خصنا نحذفوا لو راديكال. عندنا جوج طرق باش كنحذفوا لو راديكال، الا كان عندنا الفرق ولا الجمع كنضربوا في لو كونجوغي ديال هذا لو نومبر المرافق، الا كان عندي موان يعني المرافق غيكون نفس العدد ولكن بلوس، هذا هو المرافق لو كونجوغي. وإلا كان عندي مثلا غير جدر خمسة ولا مثلا عدد واحد كنضرب في نفس الجدر في البسط والمقام، مثلا عندي جوج على جدر خمسة غنضرب البسط والمقام في جدر خمسة باش يمشي داك الجدر، حيت إلا كانت عندي مثلا في البسط غير جدر خمسة غندير جدر خمسة في جدر خمسة تعطيني جدر خمسة و اثنان ها هو الجدر غيمشي بداك الأس. أما إلا عندي ناقص ولا زائد ضروري نضرب في المرافق باش نطيح في متطابقة هما رقم ثلاثة، ديك أ ناقص بي عامل لي أ زائد باش تعطيني هذا أس اثنان ناقص هذا أس اثنان باش يمشي الجدر هنا ويمشي هنا. واخا ما يكونش مثلا الجدر هنا تقدر تكون عندي غير 5 ناقص جدر 3، راه كنضرب في المرافق باش تبان عندي هنايا هذه اس 2. اذا هنا قلنا نضربوا البسط والمقام في المرافق ديال هذا العدد اللي هو جدر 5 زائد جدر 3، هو ضربنا في نفس العدد باش يبقى عندنا التساوي كنضربوا في نفس العدد. عندي هنا جوج ضربت في هذا العدد، عندي جدر 5 ناقص جدر 3 هو ضربت في نفس العدد. هنا غننشر جوج في جدر 5 هي جوج جدر 5، جوج في جدر 3 هي جوج جدر 3. هادي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي هي ا أس 2 ناقص بي أس 2، يعني هذا أس 2 ناقص هذا أس 2. غنزيد نكمل البسط صافي ساليت، ما عنديش الحدود المتشابهة كيبقى كما هو، ها هو جدر 5 أس 2 هي 5، جدر 3 أس 2 هي 3. هنايا جوج جدر 5 زائد جوج جدر 3 غتبقى كما هي، 5 ناقص 3 هي جوج، يعني إلا جاوبنا حتى لحد هنا صافي يكفي، حيت السؤال نردو
المقام يولي عدد جذري، جوج راه عدد جذري. اما الا زدتي كملتي غيكون احسن، عندي هنايا جوج جوج غنعمل بها وغنختزل بها، يعني الا عملت بها غترجعني لهادي جوج في هذا العدد، جوج في هذا العدد على جوج غتمشي جوج مع جوج غيبقى عندنا هذا العدد. ها هو جدر 5 زائد جدر 3. ثالثه كيسيون سوا اكس ان نومبر غيل، بروميير كيسيون ديفلوبي اي ريدوير، يعني اون شورت وما بسيط. بالنسبه للاولى هذه متطابقه هامه، رقم واحد ما فيها ما يتشرح، مكتوبه على شكل ا زائد بي سيدنا. إذن ها هو الجواب ديالها، الأولاني أو سيدنان زائد جوج في هذا زائد هذا أو سيدنان، وغنحسب ما بقاش عندي هنا حدود متشابهة، كنخليها كيما هاكا حيت شحال من واحد كيبقى يضرب معاه باش يلقى شي عدد. صافي هذا وهذا وهذا ما متشابهينش، هذا الدرجة ديالو جوج، هذا الدرجة ديالو واحد، هذا الدرجة ديالو صفر، راه غيكون هنا إكس أو صفر، يعني ما كيتشابهوش نهائيا، كنخليها كيما هي. عندنا هنايا قبل ما نمشي للبي، باقي عندنا هنايا اف كتساوي اكس ناقص 3 اس 2 زائد اكس ناقص 2 جذر 3، عامل لي اكس زائد 2 جذر 3. هذه متطابقه هامه، رقم 2 مكتوبه على شكل ا ناقص بي اس 2، حتى هي ما فيها ما يتشرح، خصك تكون عاقل على المتطابقه الهامه. وهذه متطابقه هامه رقم 3 مكتوبه على شكل ا ناقص بي ا زائد بي، هذا وهذا بحال بحال، هذا وهذا بحال بحال، وهنا ناقص وهنا زائد. غنطبق هنا المتطابقه الهامه ونطبق هنا ديك المتطابقه الهامه باش نقدر ننشط. إذن هذه ها اشنو غتعطينا، هذه ها اشنو غتعطينا، هذا أوس 2 ناقص هذا أوس 2، أ ناقص بعامل أ زائد بي هي أ أوس 2 ناقص بي أوس 2. أما هذه تيكون عندي في الأولى ناقص في الثانية زائد، بحال ديك الأولى، الأولاني أوس 2 ناقص جوج في هذا في هذا زائد هذا أوس 2. أنجمع الحدود المتشابهة، هذا زائد هذا غيعطيني جوج إكس أوس 2، جوج في 3 6 في إكس هي 6 إكس، 3 أوس 2 هي 9، جوج أوس 2 هي 4، جدر 3 أوس 2 هي 3، 4 في 3 هي 12. 9 ناقص 12 تعطيني ناقص 3، دابا ما بقاش عندي هنا حدود متشابهة. إذا بي عندنا فاكتوريزي جي إيتيكالا 9 إكس أو كاغي موان 6 راسين 5 إكس بلوس 5. بالنسبة لافاكتوريزاسيون عندنا دو كا، إما لافاكتوريزاسيون أون إيتيليزون لو فاكتور كومان، يعني أون شيرش لو فاكتور كومان أونتخ لي تيرم، أو بيان لافاكتوريزاسيون أون إيتيليزون لي زيدونتيتي روماركابل، باستعمال المتطابقات الهامة. في الأول غنشوف واش عندنا لو فاكتور كومان، عندنا 3 تيرم، واش كاين شي عامل مشترك بين هاد لي تيرم لي 3 تيرم هنا وهنا وهنا؟ ما كاينش، يعني خصني نفكر في متطابقه هامه. عندي هنا ناقص زائد، يعني غنحصل على شي حاجه بحال هادي، يعني شي حاجه ناقص شي حاجه لكل اس 2. نرد هادي اس 2، 9 اكس اس 2 هي 3 اكس لكل اس 2، ونرد هادي جوج في شي حاجه في شي حاجه، ونرد هادي شي حاجه اس 2. اذا هادشي اللي درنا، هاد 9 اكس او كاري هي 3 اكس دو 2 كاري، هاد 6 راسين 5 اكس هي 2 فوا 3 اكس فوا راسين 5، 6 اكس هي 2 في 3 اكس، وجدر 5 ها هي، و5 هي جدر 5 اس 2. انا كتبتها على شكل ا اس 2 ناقص 2 ا بي، ها هي ا وها هي بي، زائد بي اس 2 هي ا ناقص بي الكل اس 2، يعني 3 اكس ناقص جدر 5 اس 2. هذا هو التعميل ديال هذا التعبير. كاين اللي غيشوف تيقول راه الجمع والطرح كنحولوه للجداء، هذا هو التعميل، راه هذا جداء، اي عدد اس 2 راه العدد في نفسه، يعني 3 اكس ناقص جدر 5 في 3 اكس ناقص جدر 5، يعني هذا راه جدا، عباره عن جدا. ندوزو لا ديغنييغ كيسيون 4، دوني لي كريتير سيونتيفيك دي نومبر اش. عندنا هنايا 312.5 × 10 اكسبوزون 8 × 0.00021. هنايا عندنا ممكن نحسبو هذا في هذا عاد نلعبو على الفاصله، ممكن نلعبو هنا على الفاصله ونلعبو هنا على الفاصله ونحسبو، المهم الطرق بجوج راه صح. كاين اللي غيمشي للنيشان غيحسب هذا في هذا، عادي يلعب على الفصيله، حيت الكتابه العلميه كنلعبوا على الفصيله باش يولي عندنا هذا الشيء مكتوب على شكل ا في 10 اس ان، وذاك ا خصو يكون محصور بين 1 و 10، يعني كنلعبوا على الفصيله باش ذاك العدد اللي قبل 10 اس خصو يكون محصور بين 1 و 10، يعني كبر من 1 وصار قطعه من 10. اذا بالنسبه لهذا التمرين انا خدمت بهذه الطريقه، رديت لا فيغول هنايا ورديت لا فيغول هنايا، هنايا الى جبنا يعني لا فيغول حولناها برقمين، يعني غنضربوا في 10 اس 2، رقمين الى اليسار يعني الاس موجب، تعطيني 3.125 في 10 اس 2 و10 اس 8 ها هي، وهذا العدد عاوتاني غنحول الفاصله هنايا 2.1 في 10 اس ناقص 4. دابا غندير هذا في هذا، 3.125 في 2.1، 10 أس 2 في 10 أس 8 في 10 أس ناقص 4، هدف هذا يعطيني 6.5625. هنا نفس الأساس، غنحتفظ بنفس الأساس 10 ونجمع الأسس، 2 زائد 8 زائد ناقص 4، 2 زائد 8 زائد ناقص 4 هي ناقص 4،
جوج زائد 8 هي 10، 10 ناقص 4 هي 6، دونك غتعطينا 6.5625 في 10 أس 6، مكتوبة على شكل أ في 10 أس إن، وهذا أ راه كبر من 1 وصغر من 10، 6 فاصلة. إذا هذا الشيء اللي كاين في هذا ليكزيرسيس، موعدنا فيديو آخر إن شاء الله لتتمة التصحيح، أعانكم الله.